الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم طلبة الصف السابع في درس جديد من دروسنا في مادة التربية الوطنية، والذي نتحدث به في وحدة جديدة بعنوان هذه الوحدة بعنوان التغير الاجتماعي. نبدأ درسنا الأول والذي نتحدث به عن طبيعة التغير. في هذه الوحدة سوف نتعرف مفهوم التغير الاجتماعي وعوامل التغير الاجتماعي ومظاهره، ونخص بالذكر المجتمع الأردني، ونقترح حلولا لمشكلات التغير الاجتماعي، ونبين دور الشباب في إحداث التغير الاجتماعي. درسنا الأول مرة أخرى بعنوان طبيعة التغير. الآن بدنا نحكي إنه التغير والتطور من طبيعة الحياة ومن سنن هالكون. فالإنسان بمر بفترات نمو مختلفة تنعكس على أدواره وعلى أنماط تفكيره، ومش بس الإنسان اللي بتغير، كمان المجتمعات بتتغير وبتتطور. إذن التغير والتطور من طبيعة الكون ومن سننه، والإنسان بمر بفترات تطور بتختلف وبتنعكس على أدواره وعلى نمط تفكيره، تنعكس على الدور اللي بيمارسه في المجتمع وعلى نمط تفكيره. طيب، أنماط التغيير. أنماط التغيير التي تظهر في جوانب الحياة جميعها. ما في عندنا نمط أو شكل من أشكال الحياة ما بيصير عليه تغيير. فتظهر هذه أنماط التغيير في جوانب الحياة جميعها بالمجتمع. فالتغيرات في الأدوات والوسائل التي يستخدمها الإنسان تتغير عندنا الأدوات والوسائل اللي بيستخدمها الإنسان. تعالوا نتطلع مع بعض على وسائل النقل. كيف كانت أول ما بلش الإنسان ينتقل؟ بلش ينتقل على الجمال، على الحمير، على الأحصنة، على غيرها. بعدين صار يكتشف الإنسان شوي شوي السيارات. طلعوا كيف مثلا هاي الصورة بتعبرنا عن السيارات القديمة، الصورة هاي الثانية بتعبرنا عن السيارات الجديدة. كيف هلأ السيارات الفخمة الموجودة عندنا؟ تعالوا نتطلع على تكنولوجيا المعلومات اللي صار فيها كمان تغيير. كيف كانت أول وسائل الاتصال؟ كان في عندنا التليفون الأرضي، كان في عندنا الحواسيب الكبيرة. هلأ حاليا صارت في عندنا مثلا التليفونات الخلوية، صارت في عندنا اللابتوبات، صارت في عندنا التابات. صارت التكنولوجيا كل ما لها تتطور أكثر. تعالوا نتطلع على العلاقات الاجتماعية. كيف كانت أول؟ كانت أكيد العلاقات الاجتماعية أول أحلى، على الرغم من أنه كان في صعوبة في الاتصال، لكن كانت أحلى. كانت الأسرة ملتمة أكثر، كانت شكل الأسرة ممتدة، أصبحت الآن شكل الأسرة بسيطة، من لقينا قاعدين ومسكين كل واحد موبايله ملتهي في إشي. أدوات البناء كيف كانت أول وكيف أصبحت؟ أدوات البناء كانت تقليدية، كانت بسيطة، كانوا بيبنوا بيوتهم من الطوب ومن الحجارة البسيطة. الآن اتطورت أدوات البناء. كيف صار شكل بيوتنا هلأ؟ شكل بيوتنا هلأ زي شكل بيوتنا قبل؟ لا، فأدوات البناء تطورت وتغيرت. مفهوم التغيير. التغيير هو التحول من حال إلى حال، إما بشكل جزئي أو كلي. إذن التغيير هو التحول من حال إلى حال، إما بشكل جزئي بيكون هذا التغيير أو بشكل كلي. وممكن يكون هذا التغيير إيجابي وممكن يكون سلبي، وإله مستويات. ربما يكون على مستوى الأفراد، وربما يكون على مستوى الأسرة، وربما يكون على مستوى المجتمع والعالم كله. إذن بشكل عام التغيير هو التحول من حال إلى حال، إما بشكل جزئي أو بشكل كلي. طيب تعالوا نشوف مستويات التغيير. خلينا نبلش بالمستوى الأصغر اللي هو التغير على مستوى الفرد. عملية النمو التي يمر بها الإنسان بتبعها تغيير وتطور في المعرفة والفهم والسلوك. هلأ أنت وعمرك 10 سنين زي انت وعمرك 5 سنين؟ بالتأكيد لا. انت اكتسبت معارف، اكتسبت سلوكات جديدة، فهمت اشياء ما كنت اول تعرفها ولا تفهمها. هلأ الانسان بمر خلال فترة حياته بمراحل تعليمية، والتعليم يعد من اهم العوامل التي تؤدي الى التغير في حياة الانسان.
التعليم يؤدي إلى التغير في حياة الإنسان. شو بترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك زيادة معارفه واكتساب مهارات جديدة. بترتب على ذلك زيادة معارفه واكتساب مهارات جديدة. وأنا من خلال التعليم بصقل الشخصية. شو يعني بصقل الشخصية؟ يعني ببنيها من الصغر لحتى الكبر من خلال التعليم. ويستطيع الإنسان من خلال التعليم تكوين اتجاهات ثابتة نحو القضايا المختلفة. انت مثلا، انا لو اطرح موضوع زي موضوع، لو اطرح موضوع زي موضوع التعلم للمرأة او زي موضوع عمل المرأة، انت من خلال ايش بتجاوبني؟ من خلال تعليمك، من خلال ثقافتك اللي اكتسبتها من العلم ومن المعرفة. طيب، التغير على مستوى الأسرة. التغير على مستوى الأسرة. تعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية. مين اللي منذ الصغر بيكون بينشئك تنشئة اجتماعية؟ اللي هي الأسرة. تعد الأسرة اللبنة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن التنشئة. تؤدي الأسرة أدوارا أساسية في سلوك الفرد عن طريق التربية التي تقدمها لأطفالها. إذن الأسرة بتأدي أدوار أساسية في سلوك الفرد من خلال التربية اللي بتقدمها لأطفالها. مرت الأسرة بمراحل تطور عدة، سواء كان ذلك في شكلها أو حجمها أو وظائفها. شكل الأسرة تغير، حجم الأسرة تغير، وظائفها تغيرت. مثلا حجمها كانت بالأول أسرة ممتدة بتتكون من الآباء والأمهات والأجداد والأحفاد، أما حاليا أصبحت تقتصر على الأب والأم والأبناء. إذا تغير حجمها، تغيرت وظائف الأسرة، تغيرت كذلك شكل الأسرة وحجمها ووظائفها. التغير على مستوى المجتمع. التغير على مستوى المجتمع. يتفاعل الإنسان مع محيطه الاجتماعي. كيف الإنسان بتفاعل مع محيطه الاجتماعي؟ من خلال علاقاته الاجتماعية ومن خلال أدواره الوظيفية. بتفاعل من خلال علاقاته الاجتماعية ومن خلال أدواره الوظيفية. والتغيرات بتكون على مستوى الفرد والأسرة. التغيرات اللي حكيناها اللي بتكون على مستوى الفرد والأسرة بتنعكس على مستوى المجتمع. في التغيير اللي بيصير في المجتمع هو عملية مستمرة تحدث بين فترة وأخرى. التغيير اللي بيصير في المجتمع هو عملية مستمرة بتصير بين فترة والتانية. والتغير بحد ذاته هو حالة طبيعية. مش حكينا انه التغير من سنن الكون ومن مظاهر الكون؟ اذا هو حالة طبيعية مستمرة استمرار الحياة، وهو حالة مقبولة في المجتمعات. مستمرة استمرار الحياة وهو حالة مقبولة في المجتمعات، لكن متى أنا بقبله؟ مدامه في مصلحة الفرد والمجتمع. لما بيكون تغير إيجابي في مصلحة الفرد والمجتمع أنا بقبله. لكن لما بيكون تغير سلبي له آثار سلبية على المجتمع فأنا هنا برفضه. إذن أنا بقبل التغير مدامه في مصلحة الفرد والمجتمع، لكن أنا برفضه إذا كان له آثار سلبية على المجتمع. فالمجتمعات التي تسعى إلى التقدم والتطور تنبذ التغيرات السلبية. المجتمعات اللي بدها تتقدم وتتطور بتنبذ. يا شو يعني بتنبذ؟ يعني بترفض التغيرات السلبية وبتقاومها. والمجتمعات دائما بتشجع على التغيرات الإيجابية اللي بتهدف لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. دائما بتشجع التغيرات الإيجابية وبترفض التغيرات السلبية. تعالوا مع بعض نلعب هاللعبة الصغيرة. بدنا نشوف شو هي التغيرات الإيجابية وشو هي التغيرات السلبية. ازدياد نسبة التعليم بالإناث هل هو إيجابي ولا سلبي؟ طبعا إيجابي. انتشار ظاهرة التفكك الأسري طبعا سلبي. الأسرة لما بتتفكك وبتبعد عن بعضها وبصير فيها طلاق وبصير فيها نزاع وشحناء وبغضاء، هذا سلبي. مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي طبعا إيجابي لأنه بزيد من دخل الأسرة.
قضاء ساعات طويلة أمام الإنترنت إيجابي ولا سلبي؟ سلبي. العنف الأسري؟ سلبي. طيب لهون بنكون انتهينا من درسنا الأول اللي تحدثنا فيه عن طبيعة التغيير. في الدرس الثاني إن شاء الله بدنا نتحدث عن التغير الاجتماعي، إيش مفهوم التغير الاجتماعي وإيش هي عوامل التغير الاجتماعي. ويعطيكم ألف عافية.